الله وبركاته، واهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها زي ما بدانا ونبهنا في البث المباشر واللايف قبل الحلقه، انا هتكلم على كذا محور النهارده. هتكلم على الشبهات وغرس العقيده الصحيحه في نفوس اولادنا. انا عايز اقول لكم ان احنا محتاجين الغرس ده في نفوسنا احنا الاول، ونفهم ازاي نرد على الشبهات اللي يعني منتشره حوالين القضيه الفلسطينيه. معركه الوعي مهمه جدا، اعرف ارد الا اقوله. في البدايه طبعا احنا يعني بنقول ان احنا موعدنا يوم الاحد ويوم الاثنين الساعه 8 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت اسطنبول، واحنا يا جماعه على قناة وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي، تمام كده؟ التواصل بيكون على الرقم اللي موجود عندنا على الشاشة. المشاركات النهاردة، وبنبه أول حلقة أهو، إن المشاركات النهاردة اللي هناخدها عن موضوع فلسطين ومعركة الوعي اللي انتوا بتتكلموا، عاوزين إن احنا نقول في نفس الفكرة اللي احنا بنقولها، نعبر عن المشاعر زي ما شرحنا. احنا زينا زيكم، جوانا وجع ومشاعر وكلام، ومحتاجين نشوف ناس شبهنا وشبه بعضنا كده نبث اليهم، وده نوع من انواع التخلص من المشاعر السلبيه، انك تلاقي ناس زي كوميونتي شبهك كده، ندعم بعضنا بعض، وعشان ما تحسش انك وحيد. انا بوجع، مش عارفه اكل، مش عارفه انام، مش عارفه. تمام. الاتصالات اللي هناخدها ان شاء الله في الحلقه النهارده على رقم هتلاقوه موجود عندكم ان شاء الله على الشاشه 00، اسمعوا معايا 0090، ده مفتاح اسطنبول، مش 09، انتوا بتاخدوا 10 جنيه وما فيش الكلام ده، احنا في اسطنبول، فده مفتاح تركيا. 0090-549-6235322 هنستقبل المشاركات بتاعتكم في خضم الحلقه. عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تعبروا على اللي جواكم ازاي؟ اولادكم حابين يقولوا الاطفال القضيه، او لنفسهم يعرفوا ايه عن القضيه الفلسطينيه، يحبوا يشاركوا بايه؟ تمام كده؟ احنا بنقول اهو بنتفق عشان المؤمنين عند شروطين منوبكم سواء. هنبتدي يعني في حلقتنا النهارده سلسله، قلنا الرد عليها دايما، كل ما نبتدي سلسله تحصل حاجه، والله العظيم حد قارر علينا، كل ما نبتدي سلسله يحصل حاجه. لكن خلينا نبتدي في السلسله دي الرد على الجدليات، الجدل والشبهات حول القضيه الفلسطينيه. احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الامر العقدي، وان دي مش صراع سياسي، وان دي مش صراع فصائل، وان دي قضيه ايمانيه عقديه، قضيه ولاء وبراء. تمام. سجل هنرد النهارده عن باعوا ارضهم واليهود لهم حق في الارض. اجابه الشبهه دي بابسط من البساطه في كلمتين اتنين، اكتبوا ورايا او عيدوا المقطع ده وخلوه ادوه لعيالكم احفظوه، احفظوهم وعلموهم لاولادنا. اولا ما باعوش ارضهم، احنا دلوقتي الحمد لله عرفنا مين اللي باعهم وباع ارضهم، بل اجبرهم اليهود على ترك الارض، وتم التهجير بالقتل والتنكيل 48، واللي حدث سنة 48 إن شاء الله ما يحصلش 2023، لكن اللي بيحصل دلوقتي من سياسة الأرض المحروقة وسياسة الكنس، اتباع سياسة الكنس، يطلع من الشمال اللي ينزحوا للجنوب ويضربوا الأماكن اللي هم قالوا ينزحوا فيها، يعني عادي، ده ما لهمش عهد ولا ذمة ولا دين. إن شاء الله ربنا مخيب مسعاهم بإذن الله، قولوا أمين. الشبهة والجدلية اللي بتقول إن اليهود لهم حق في الأرض بالأقدمية أو بالدين، غلط، يعني بكل بساطة طبعا لا، لا يحق لهم في الأرض. بيقولوا طبعا إيه الأقدمية، ولا من ناحية الدينية ولا من ناحية الأقدمية. ليه؟ لأن اللي سكن أرض فلسطين الأقدم هم العرب الكنعانيون، كان حتى قبل ما يجي سيدنا إبراهيم، ونعلم الكلام ده لأولادنا، قبل ما يجي سيدنا إبراهيم لفلسطين كان في قبائل عربية اسمها الكنعانيون ونزحت لفلسطين. طيب امتى دخل اليهود فلسطين؟ دخلوا اليهود فلسطين لما هاجر سيدنا ابراهيم من العراق لفلسطين. سيدنا ابراهيم هاجر من العراق لفلسطين، وبعدين جه ابنه اسحاق على عمر 90 سنه، وبعدين سيدنا اسحاق ولد سيدنا يعقوب، وسيدنا يعقوب هو اسرائيل، يعني اسمه يعقوب واسمه اسرائيل. وبعد كده اتولد ليهم ليعقوب الابناء بقى ال 12 بقى اللي احنا عارفينهم، 12 يعني. ثم هاجروا، تكاثروا بقى، هاجروا لمصر وتكاثروا في مصر، وبعدين عادوا لفلسطين في عهد مين؟ عهد سيدنا موسى. هنشرح الكلام ده ان شاء الله بالاحداث باذن الله تعالى، ناخد التسلسل التاريخي باذن الله. دخلوا فلسطين في عهد سيدنا موسى، القران قال ايه؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ما داموا فيها. مين هم القوم الجبارين؟ هم الكنعانيون. فما جيش حد يقول لي كده، يبقى القبائل العربيه هي اللي كانت موجوده قبلهم، فلا يحق لهم لا بالاقدميه ولا بالدين. تمام كده؟ الحق كان للعرب قبليهم من الجهه الدينيه كمان. طيب هي فلسطين اصلا لمين؟
فلسطين ملك لمين؟ لكل نبي يبعث في زمان. في زمن سيدنا موسى لموسى والقوم، في زمن سيدنا عيسى لعيسى والقوم، في زمن سيدنا محمد لسيدنا محمد والقوم. من حكمة الله عز وجل، بس عشان ديننا يربطنا بالمسجد الأقصى، النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ صلى في المسجد الأقصى في رحلة الإسراء والمعراج. كانت ساعتها المسجد الأقصى إيه؟ تحت احتلال الحكم الاحتلال الروماني. ليه؟ عشان يتربط، حتى لو هي كده بتاعتك انت مصلي فيها تمام. ليه سيدنا عمر ما صلاش جوه الكنيسه؟ ما اتخذهاش ويبقى كل كنيسه نروح نصلي فيها ناخد، لا، لكن في المسجد الاقصى صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كمان حس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عشان يربط قلوبنا بالمسجد الاقصى، مش بس مصر رسول الله وهو واقف، لا، حديث من حديث سيدنا ابا ذر رضي الله عنه قال إنه سأل سيدنا أبو ذر، بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في بيت المقدس، قال أفضل من صلاة مسجد في رسول الله هي ديت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل 4 صلوات كده، أو يقال هنا 1500، ولا نعم المصلى المسجد الأقصى أرض المحشر والمنشر المسجد الأقصى وفلسطين، ولا يأتين على الناس زمان إيه؟ قيد صوت، حتة كده من حبل كده قيد صوت، أو قال قوس الرجل، حتة صغيرة قد كده، بحيث يرى منها بيت المقدس، تشوف بس بيت المقدس خير له وأحب إليه من الدنيا جميعا. فلسطين أرض المحشر والمنشر، فلسطين أرض الخلافة، خراب يثرب بعمر بيت المقدس إن شاء الله أرض الخلافة. آخر نقطة في الرد على النقطة والشبهة ديت، كل أراضي فلسطين لكل المسلمين، فلسطين وقف إسلامي لكل المسلمين مش بس للفلسطينيين، وده اللي نعلمه أولادنا. زي ما هي مكة والمدينة الحرم المكي والحرم النبوي مش للسعوديين بس، لا، ده لكل المسلمين وقف، حتى لو فرطوا فيهم، حتى لو فرطوا الله خلاص وقف للمسلمين كلهم، وجب علينا إحنا الدفاع عنها، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها المسجد الأقصى. ده الرد، احفظوه وعلموه لأولادكم على أول حاجتين. طب السؤال بقى، سؤال، احنا زعلانين على الموتى وزعلانين وكثرت بقى القتل والدماء ومش قادرين وموجعين وكده. أولا ما اسمهمش موتى ولا اسمهم قتل، أولا اسمهم شهداء. هم فين؟ في الجنة. غزوة أحد لما المشركين جم مع النبي عليه الصلاة والسلام وحصل اللي حصل ونزلوا من على الجبل وسيدنا خالد التف بالجيش من وراء وحصل هزيمة للمؤمنين، المشركين قتلوا من المسلمين كتير، 70 راجل تقريبا. كان على رأس المشركين في غزوة أحد أبو سفيان، صعد على الجبل على صوته بقى اعلو هبل، استغفر الله، اعلو هبل. هبل ده اسم الصنم اللي بيعبدوه عند الكعبة. المراد يعني ايه من الكلام ده؟ يعني اعلى، هو الاعلى، دلوقتي كسبناكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر فأجبه، فقل أقم سأقول يا رقال، قل الله أعلى وأجل ولا سواء، أي أبدا ما فيش مساواة بيننا ولا بينكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار بموعد من الله لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان بقول له هلم إلي عمر، تعال عمر أقول لك، أقبل إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه وانهيه، فانظر ما شأنه، روح وشوف ايه، وروح ائتيه وشوف ايه شأنه، ايه عايزيه يعني. فسيدنا عمر راح لابو سفيان قال له انشدتك الله يا عمر، استحلفك بالله، يعني اقتلنا محمدا؟ احنا قتلنا الرسول محمد النبي عليه السلام يعني؟ فقال سيدنا عمر اللهم لا، وانه لا يسمع كلامك الان. فنفى الكذبه بتاعت مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل في احد يعني. فقال أبو سفيان بصوا أنت عندي يا عمر أصدق من ابن أبي قميئة، ده اللي هو عبد الله بن قميئة اللي أشاع وزعم إنهم قتلوا النبي وإن قتل محمد في المعركة. يبقى إيه؟ بس شهداء. أوليس موتي في الحياة واحدة، فلما لا يكون موت استشهادية؟ أخي لا تشكو المذلة باكية، فإلى متى ستظل باك تبكي شاكية؟ أتطيب نفسك هتطيب أن تثير مدامعي؟ بس معلش الدموع تنزل غصب عني، مثل النوائح ينتحبنا سواسية مع بعض. طب ماشي، يعني ده معنى كده أن ما نبكيش؟ لا، ابكي، بس حول بكاءك لعمل، لأن في أمر إحنا ما تظهرش ضعفك، ولو أنت في مكان دعوة ولا داعية ولا عالم يروا منك القوة.
كنت لسه في مؤتمر الفترة اللي فاتت وجت أخت غزاوية بتتكلم وهي بتتكلم يعني مش عايزة أقول لكم مدى يعني كان حالها النفسي عامل إزاي. بتقول يعني إحنا الخبز مش لاقيين، البصمة والذاكرة لبنتها على مدى الحروب اللي فاتت 2008 2014 2018 2020 و23 خبز الحرب. تقول بنتي ذكرياتها على ذكريات الحرب ولا تعرف. تقول أهلها دلوقتي بعد اللي حصل بالهم أكتر من يومين ثلاثة مش عارفين هم صحيين ولا لا. أمر طبيعي إن العين لا تدمع، ده رحمة، وإن القلب يحسن، ولكن ما تظهرش ضعفك ولا دموعك للعدو، ما تظهرهمش لو أنت في موقع رمز من الرموز أو داعي وعلم لا. لكن بيننا وبين بعضنا نقعد وندعي وندعي ربنا ونعيط ونزل على السجادة ونقول له يا رب ليس لها من دونك كاشفة، يا رب ليس لها من دون الله كاشفة. كلي بربك، هل تريد نصيحتي؟ أنت عايز نصيحتي؟ هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي، أوليس موتي في حياتي مرة؟ أي والله يا رب، لما لا يكون ختامها استشهاد، يحصل لنا الخاتمة يا رب وأمتنا على الشهادة في سبيلك يا رب واجعلنا أهلا لا أقول أمين. لما سمت نفس الشهيد مطالبا أعلى الإله له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا إيه فوق القصور وشاديا، سبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب وذا عقل يعني، فقل لي ما هي. الذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عالية، والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحة، ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار، وشافعا في ذي القرابة قاصيا ودانيا، سبعين من أهله، والحور تنادي في اشتياق مقبلي يا قبلة هي دائي ودوائية. كلي بربك هل تريد نصيحتي؟ كلي بربك هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي، اسمعوا، أوليس موتي في حياتي مرة؟ يا مرة واحدة، لما لا يكون بقى ختامها استشهادي؟ فهم شهداء، شهداء وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار، وده ابتلاء وصبر. وزي ما قلت لكم تفضل مقولة الرجل الغزاوي اللي مات أهله وابنه، وقف يعظ صاحبه ويقول له زلمة أنت، زلمة أنت، راجل أنت، هذه أرض جهاد ورباط شهادة، متنا شهداء عند الله ونحتسب. اجمد واثبت ويثبت اللي حواليه واللي جنبه. طب احنا علشان نبقى في معركة وعي لازم نعرف مين العدو اللي قدامنا، مين ده؟ حقيقة اليهود، تعالوا اقول لكم اخبارهم في الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه عقد تاريخهم اهدافهم، ونعرف تاريخهم واهدافهم. لما اجي اقول اسماء اليهود في القرآن، وده بقى المعلومات، الكم المعلومات المعرفي عليه هيتغير الادراك وبعدين تتغير السلوك. المعرفي الاولين اسماءهم يهود أول حاجة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تمام. اسمهم كمان بني إسرائيل، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بس طبعا كفروا به. أهل الكتاب كمان اسمهم كده، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ده الأسماء، ثلاث أسماء، اليهود بني إسرائيل أهل الكتاب. طب صفاتهم في القرآن، مغضوب عليهم، أول الفاتحة كل التفسير قالت أن المغضوب عليهم هم اليهود. إيه بقى صفاتهم؟ أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ده على مر الزمان الله عز وجل يقول لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. خلاص، من صفاتهم الجبن، متعلقين بالدنيا، لأنتم أشد رهبة، لأشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم أبدا جميعا جبن إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. عملوا بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، البأس منهم وبين بعضهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمان من صفاتهم الغدر، فيش عهد لهم ولا ذمة،
وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كمان إيه الأفساد، مش الإفساد بس والفساد، هم ذات نفسهم وعلى طول وبصفة مستمرة، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كمان من صفاتهم الكذب والتحريف، تحريف الآيات. ومن الذين هادوا مالهم، سمعون للكذب، كذبين، أكلون للسحت، سمعون لقوم آخرين، أكلوا سحت في آية تانية. لما بيجوا يكلموك إيه بقى؟ يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كمان حرصهم على الحياة، والله أي حاجة المهم ما يموتوش. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أي يعمر الله بصير بما يعملون. يخافوا؟ بيتفزعوا؟ يقتلوك وجبن من وراء جبن؟ أيوة خايفين. كمان بيسيئوا للذات الإلهية لله عز وجل. مرة يوسف ربنا استغفر الله بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، استغفر الله، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، 70,000 ملك نبي قتلوه، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. استغفر الله، يقولوا على الله عز وجل بخيل، وقالت اليهود إيه يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطتان، استغفر الله، لا نشبه ولا نطلب، بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ملعونين على لسان الأنبياء رقم 8، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، مال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده بصوا إيه كمان، عمرهم ما بينكروا منكر، أي حاجة حلال، أي حاجة سهلة، أي حاجة ما فيش، لا ينكروا المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما كانوا إيه يعتدون، كانوا إيه لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون أبدا. ويقول لك يقتلوا الأنبياء الصبح ويرجعوا يأكلوا بالليل، بيفكرين نفسهم ده من الغرور، يعني أبناء الله وأحباؤه. يعني قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، سورة المائدة. وكمان بيحتقروا غيرهم من الناس، بيقول لك ده هم كلهم حيوانات بس ربنا عملهم في صورة إنسان بس عشان إحنا نعرف نتعايش معهم في العالم كله. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كل دي من الصفات أصلا هو ربنا بحترهم في الأرض، مشردين في الأرض في كل زمان، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله غضب عليهم وعليهم ذل دائم، الله جعلهم أذلاء مهانين في قلب الأرض. الله عز وجل يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده دي الحاجات الواضحة اللي جت اللي كلموا فيها على ربنا واللي قالوا فيها على نفسه. طب هم بقى كصفات شرق بالله عز وجل، فازوا معي. احنا قلنا 9 حاجات خاصة بالعبادة بربنا سبحانه وتعالى، وشوفوا بتاع حوالي 10 أو 11 مش فاكرة جبت لكم كام نقطة. الشرك بربنا عبادة اليهود أصلا شركية باطلة، بيعتقدوا أن الله له ولد ويشركون معه في العبادة. الله سبحانه وتعالى قال عليهم كده، مظاهر الإشراك في القرآن الله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فقاتلهم الله والله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طب المسيح ابن مريم نفسك عملوا معاه كده، وما أمروا إيه إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى الإشراك في العباد. تاني حاجة بياخدوا اتخاذ القبور مساجد وأوثان يعبدوها من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. تالت حاجة قتلهم الأنبياء. ابن كثير عارفين بيقول ايه، بيقول قتلوا أكتر من 70,000 نبي، بيقتلوهم بالنهار ويشفوا ويأكلوا بالليل،
بيننا وبينهم عداوة إلى قيام الساعة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم قوم إيه؟ يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه البقرة الثانية بقى بتاعت آل عمران، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. برضو البقرة قتل بني إسرائيل للأنبياء بغير حق، زي قول الله عز وجل لما قال أفكلما جاءهم رسول جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم دول بيقتلوا الأنبياء بغير حق ويقتلون النبيين في آل عمران، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أدي البقرة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول كان بني إسرائيل، بنو إسرائيل دول في اليوم بيقتلوا 300 نبي، 300 نبي، وبعدين يقوموا بقى إيه يقولوا ده في أول النهار، وبعدين يقوموا في آخر النهار يشوا ويأكلوا. رابع حاجة من صفاته أنه بيكتموا العلم وتحريفه من الحقائق، كتمان العلم وتحريف الحقائق صفتين، الاثنين الصفتين دول ملازمين ليهم من زمان لحد دلوقتي. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم. إيه بقى اللي حصل؟ بدلوا، دخلوا استغفروا الله استغفروا الله، بيزحفوا على مؤخرتهم على المؤخرة بتاعتهم بيزحفوا عليها، وقالوا حبة في شعرة. ده حديث صحيح رواه البخاري على فكرة. يعني أنتوا دايما بتعملوا العكس، يعني أنتوا دايما بتعملوا عكس ربنا بيطلبه. العلوم كتموها أصلا أحبار اليهود، كانوا عارفين أن ده النبي عليه الصلاة والسلام، أخفوا حقيقة علم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع ابن حارثة وسلام ابن مشكم ومالك ابن الصيف ورافع ابن حريملة، فقالوا يا محمد استغفر الله ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن به؟ إحنا عندنا من التوراة فيك أحسن من اللي عندك، وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكنتم منها ما أمرتم اللي أمركم به أبدا أن تبينونه للناس، فبرئت من إحداثكم، أنا بريء من التغيير اللي أنتوا عملتوه. فقالوا إنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك أبدا ولا نتبعك. فالله عز وجل أنزل إيه؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. كمان رقم 5 الصفات الشخصية فيها الرشوة، المال الحرام، أكل السحت، رشوة ومال حرام، دي طبع الله عز وجل وصفهم كده، سماعون للكذبين، أكالون للسحت، المال الحرام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يا محمد بالعدل، إن الله يحب المقسطين. من الصفات الشخصية النفاق والمدهنة، وما بينكروش منكر، وعشان كده ربنا لعنهم، الله عز وجل لعنهم وسجل اللعنة دي عليهم في القرآن، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. سبع حاجة فيهم إن هم العلم ما انتفعوش به، الله عز وجل قال كده وصور صورة جميلة جدا في القرآن، قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بس بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تمن حاجة من صفاتهم عندهم حقد وكراهية، صفات اليهود دي مستقرة في نفسهم على فكرة، الحقد على كل حاجة بقى، كراهية والحسد أصلا مهما، ويحسدوا الناس ويكرهوا لهم أي مصدر الخير، وخصوصا بقى لو كان تبع النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مثلا في أمر القبلة وتغيير القبلة،
أو تحريم الخمر. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لما نزلت آية التحريم يا تحريم الخمر، اليهود قالت أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. رد عليهم الله عز وجل. الحسد، كانوا دايما حاسدين المسلمين وحاسدين على ما أتاهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا بقى. حسد اليهود، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وما كانوا أصلا بيظنوا أن الرسالة تطلع منهم من بني إسرائيل، فطلعت لا ما طلعتش منهم. كانوا بقى بيتجمعوا عايزين ويقتلوا ويحاربوا ويعملوا أوقدوا نارا للحرس يطفئها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع مش من قوم بني إسرائيل، وجي النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان اتجنوا ووقفوا يعادوا الرسول عداوة شديدة جدا، وحسدوا الصحابة على الإيمان وحسدوهم على الهدى. الآيات اللي في القرآن والله لولا القرآن كده. ومن شر، شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شو الناس هو كده، كل أعوذ ربنا ملك الناس، الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. حسدوا النبي، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم. لما سحروا النبي ونزل عليه سيدنا جبريل بالمعوذتين قال له قل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وكده فاعفوا واصفحوا يطل الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. 10 صفة كمان من صفاتهم الشخصية، الغرور والكبر. هم مغرورين والتكبر على خلق الله، ده من زمان على فكرة. شايفين الناس دول أقل الناس وإحنا أفضل الناس، إحنا أفضل، إحنا شعب الله المختار. وبيعتقدوا إن الجنة بس لليهود، زي ما طالع التاني بصحيح بيقول لك احنا اهل النور وانت اهل ظلم، ده مجنون رسمي ده، وان ده طريق الهدايه بتاعنا وكل الناس في ضلال. الله عز وجل اخبرنا في القران عن الصفات ديت اللي هم قالوها. قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. الغرور والتعالي ده عملوه على النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا متغاظين جدا من الرسول عليه السلام. وصور الغيظ حديث سيدنا مين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم نعمان بن وضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم رسول الله السلام ودعاهم إلى الله وحذرهم. فقالوا ما تخوفنا يا محمد، أنت بتخوفنا بإيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه زي من النصارى يعني. الله عز وجل أنزل فيهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرا ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم وإليه المصير. الصفة الحداشر اللي فيهم البخل، مش بس قالوا أن الله بقى فقير لا 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 وغلت أيديهم، هم ذات نفسيهم بالبخل ما بينفقوش وبيحسوا اللي حاولوا ما تنفقوش، اوعوا تنفقوا في سبيل الخير. فدايما يجي لهم رجال من الانصار وكده يقولوا لهم ما تنفقوش اموالكم، انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هنخشى عليكم الفقر، اوعوا لحسن تروح اموالكم مش عارف ايه وتسرعوا في النفقه، اوعوا ولا الكلام ده. فالله عز وجل انزل فيهم الذين يبخلون، خلاص اتصفتوا كده، ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أصلا التوراة ذات نفسها بس الحقيقة جت باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. أصلا الله سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب الدائم، يعذبهم في كل العصور، يبعث عليهم من يتسلط عليهم ويزقهم ألوان العذاب والذل. الله عز وجل يقول واستأذن ربك ليبعثن إيه؟ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم، يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله عز وجل حكم كمان على الناس اللي بتوليهم، اللي ما شاء الله فتح لنا أسواق عليها العالم بتاعهم وفتحين مولات فيها لكذا، ويعني بينور البرج بتاعهم بعالم حاجة مصيبة،
اللي بيوريهم دول ايه؟ اسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب للذين آمنوا، انتوا مالكوش انتوا دعوة بيه، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده نهاية اليهود في القرآن، اسمعوا معايا. احنا كنا قلنا لكم تفسير الشيخ ولد الدب، وكان عاجبني قوي التفسير ده، وتفسير معظم العلماء، التفسير التاني اللي احنا قلناه في حلقاتنا قبل كده، قال العلو مرتين، موجودين مع العلو دلوقتي، وبعدين الهزيمة الأخيرة بقى. في الهزيمة الأخيرة قصة نهاية اليهود، سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا، ده الشرط، أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعول، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، المنصات كلها بتاعتهم اللي عجب ده المتحدث العسكري بتاعهم طلع يقول لو أنتم يا وسائل الإعلام نقلتم ما يحدث بموضوعية فقد يعني أنتم كده هزمتونا نفسيا وخلتوا العدو بقى والفلسطينيين يكسبونا، علني علني بقولهم زيفوا الحقايق، وأكثر نفير، إن أحسنتم أحسنتم نفير، إن أسأتم فلا، فإذا جاء تعالولنا بقى تعالولنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. العلو الأول أدى احنا شرحنا الحلقة اللي فاتت، ترجعوا الكلام، تقوم دول المسلمين الملتزمين بطردهم من القدس، وليس بالضرورة من فلسطين، من كل فلسطين، ده بالقدس بقى ومن حولها، وإن شاء الله ده الوعد بيأتيهم هم، إيه بقى؟ الدعم العالمي من كل بني إسرائيل في العالم كله، وده احنا شفناه، دول والبرجات والسفن والطائرات هيجيبوا بقى القوى العظمى ديت، هيشكلوا جيش أقوى من جيش المسلمين، وهيعيدوا احتلال القدس زي ما احتل دلوقتي. فيحصل إيه؟ يجتمع المؤمنون مرة أخرى ويهزموهم الهزيمة النهائية اللي بتخرجهم من القدس وفلسطين، وتفضل فلسطين أرض المحشر، وتفضل فلسطين أرض الخلافة. يظل الأمر كده حتى خروج المسيخ، أنا بقول بالخاء المسيخ، ليه؟ لأنه يمسخ بالحق، أما سيدنا عيسى المسيح يمسح ما بين الحق والباطل. المسيح اليهود هيخرجوا بيؤيدوا مين؟ المسيح. مين اللي بيؤيد المسيح؟ الدجال. اليهود يخرج مع المسيخ الدجال 70,000 من يهود خراسان، والله أنا ما أعرف عين كل خراسان بتقول الموت، طب دول كانوا فين مستخبين؟ ما حدش عارف. 70,000 من اليهود بيأيدوا المسيخ الدجال، الأول بيدعي النبوة، وبعدين ما يدعي الألوهية، بيسيطر على الأرض كلها ومنها فلسطين، وبعدين يروح فين؟ يروح مكة والمدينة، يقول في المكان ده ناس ما بتعبدنيش، يروح مكة والمدينة، ما يستطعش يدخل المدينة أبدا، المدينة ترتجف ثلاث رشفات يخرج منها كل منافق وكافر، ويقف على باب المدينة ملكان، في ملكين واقفين يحموا المدينة بكده بحربة، البحربة بتاعتهم كده وصفها النبي، عاملة كده من فوق واقفين بيحرسوا المدينة، ما يستطعش يدخل المدينة، يخرج له غلام من أبناء المسلمين. المسيخ الدجال يشق نصفين، حديث بقى، اسمعوا الحديث الجميل ده ونحكي لعيالنا قصص قصص. شوف انا بقول لك كذا ايه، كل محور من اللي انا قلته النهارده قصه تشرحيه. حديث سيدنا ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، يجي رجل مؤمن فتلقاه الدجال، فيقول بقى الناس اللي هم كده له، الى اين تعبد؟ انت رايح فين؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج فيكم. فيقولون له، هو ما تؤمن بربنا؟ ربهم بقى المسيخ. فيقول ما بربنا أبدا، ده مش ربنا. فيقولون اقتلوه. فبعضهم بيقول لهم مش إلهنا اللي هو المسيخ قال اوعوا تقتلوا حد دوني؟ فينطلق من سكن الغلام ده إلى مين؟ إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال أيها الناس إن هذا هو الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال به فيشبح، ينضرب وينجلد ويشجوه، يعني يشج راسه ويسع ظهره ضرب على ظهره وعلى بطنه، فيقول أو ما تؤمن به؟ فيقول أنت المسيح الكذاب الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمر به فينشر بمنشار من مفرقه لمفرق قدمه، يتنشر اتنين كده، ثم يمشي الدجال بين النصين، قطعه نصين ويمشي ما بين النص ده والنص ده، وبعدين يقول له قم،
فيستوي قائما يتعاد تاني للحياة، فيقول له أتؤمن به؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصير. ثم يقول الغلام يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، ما يقدرش عليكم بعد كده أبدا. فيأخذه الدجال فيسبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسة، مش عارف يذبحه، محطوط نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذ بيديه ورجليه فيخزب به اللي قدامه بقى، دي نار ودي جنة، فيحطه في نار الدجال وهي جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحسب الناس قذف في النار كله والله والله، ولكن هي جنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، الغلام ده وما يقدرش عليهم بعد كده. يخرج فيكم 40 يوما، اسمعوا معايا بس الأول، يخرج فيكم 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كيوم، وبعد كده ما يقدرش، فيجري يسيب المدينة ويجري تاني يتحصن في بيت المقدس حتى إيه ينسى سيدنا عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يستطيع أزية أحد بعد الرجل المؤمن الغلام المؤمن ده، فيرجع لفلسطين وينزل سيدنا عيسى فيقتل المسيخ الدجال. ركزتوا معايا أنا كنت بقول إيه؟ مين بيدعم المسيخ الدجال؟ 70,000 من يهود خراسان، حديث صحيح. فنهايته على ايد مين؟ على ايد سيدنا عيسى. فين؟ في مدينه اسمها اللد في فلسطين، وده قبل قيام الساعه نسال الله العفو والعافيه. ده اللي احنا نقوله وده اللي احنا نعرفه لاولادنا. واللي عايزه اقول لكم ان مجرد ان انا برد الشبهات وبقول من اول وجديد والله يا جماعه الوضع كذا، والله يا جماعه هنعلم اولادنا مش عارفه ايه، قصه حديث حكاوي، المقاطع اللي أنا بقولها دي تقطعها لهم وسمعها لهم ونقشيهم فيه، أهم حاجة ما يبقاش سايبة معنى من المعاني. وإن شاء الله أنا همشي معاكم في سلسلة الوعي دوت لحد ما الله سبحانه وتعالى يمن علينا ويأتي النصر، زي ما قلت لكم في فرق ما بين النصر وما بين الإيه، ما بين النصر وما بين الفوز. ارجعوا الحلقات بقى عشان مش عايز اعيد. طبعا طولت عليكم كالعاده، خلينا ناخد اتصالات. وبالله عليكم بنبه قبل ما ناخد اي اتصال، بالله عليكم يا جماعه نخلي الاتصالات خاصه بموضوع الحلقه. عايزه تقولي حاجه عن القضيه، عايزه تدعي دعاء، عايزه توصلي رساله لاخوانك المحاصرين هناك، اولادك يتكلموا، نتوكل على الله. تمام. طيب ناخد حاجه كده من اجابات اللي اسالكم على اللايف. الحاجة مديحة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أمين يا حاجة مديحة. ناخد أستاذة أسير من العراق. سلام عليكم يا أسير. سلام عليكم، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. اسمك إيه؟ الله يسلم، اسمي أسير. يسير، الله يجعل لك من اسمك نصيب. أسير أسير أسير، تمام، الله يبارك فيك، اتفضل. الله يبارك فيك. أنا عندي قصة في عمر 8 سنين. أنا مش سامع يا جماعة، افتحوا لي الإربيز. بتقول إيه؟ أنا عندي طفل عمره 8 سنين. تمام. كان يعني شاهد على اليوتيوب. وما كنت أراقب على اليوتيوب يعني من يشاهد، فقام يشاهد مقاطع. تعرفين اللي على اليوتيوب موجودة. نعم. فتعلم ألفاظ سيئة. قصدك مقاطع مش جيدة يعني، فتعلم ألفاظ. تمام. إيه. نعم نعم، مقاطع مش جيدة وتعلم ألفاظ سيئة. نعم. وهو طالب مرحلة ثانية. نعم. الابتدائي طبعا. وقام قلت يعني أمام الطلاب يعني ينطق بيها. فصارت مشكلة، صارت مشكلة في الإدارة، وسارعت أنا ووالدته في حلها. فطلبوا نقله، يعني نقلوه من يعني من مدرسة لمدرسة اللي قاعد ينطق به. المدرسة. نعم. فواجهت صعوبة بي، يعني الطفل بالضربة عالجة بالنصيحة، عالجة بشنو؟ هو طفل كلش حرك طيب. ووكح. ترتيبه في اخواته كام يا خسير؟ ترتيبه في اخواته ما فهمك ست. عندك كم ولد وهو رقم كم في اولادك؟ هو الرقم الأول، وعندي 2 أولاد والثاني من بعده. عنده كم سنة رقم 2؟ عمره 5 سنوات. رقم 2 5 سنوات. 5 سنوات. تمام. أبشر، اسمعني يا أخ أسير، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويمن عليك. طبعا يعني أطفال سفنجة، عارفين السفنجة بتمتص اللي حواليه، فعلى حسب سلوك الآخرين
زي ما شفنا كده في غزة اللعبة بتاعتهم ايه، جايبين بنت وكلهم مسكين بطانية وحطينها جوه، هنا طرف 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 وماشيين لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، ده اللعب بتاعهم. ليه؟ المحاكاة اللي هم هم ده اللي بيشوفوه. أنا عايزاك تعمل حاجتين، أولا تقول له أن الألفاظ دي الله عز وجل لا يرضى، وإحنا إحنا بنحبك كابننا لكن إحنا السلوك ده لا نرتضيه ولا نحب، لأنه خطأ والله سبحانه وتعالى لا يرضى. رقم اتنين، هنلتزم مع بعض بالكلام الطيب، لو خالفته مع كل لفظ هتقوله هتستغفر 10 مرات وهننقص من مصروف القيمة الفلانية. وخليكوا حازمين يستغفر قدامكوا 10 مرات بينك وبين ربنا، لأن لازم تطهر فمك. ورقم اتنين، هنقص من مصروف القيمة الفلانية أو هقلل، بدل ما بتقعد نص ساعة على الآيباد فهيبقى ربع ساعة فقط. وكل مرة على كده لحد بطل تقول بطلت تاخد النهاردة حاجتك كاملة، كسرت هنقص. ده أسلوب تربوي متبع. الأمر التاني، انت عايز ابنك يحاكي مين؟ الصالحين. وريه أطفال فلسطين، وريه الطفل اللي عنده 8 سنين وبيقول لأخوه قول بسم الله علي صوت لا إله إلا الله وعلي صوتك، نقول لهم الكلام ده. يجي يقول لك والله لو ما حنترك الأرض وما احنا سايبين الأرض وما احنا، حلو حلو انهم يحصل كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي منا لي، ودعي آخر حاجة وصيت بيها صلي ركعتين، رب جعله صالح، يا رب جعله مقيم، يا رب حسن الله. وانتوا كمان في البيت بدي ايه ده انت بتقول كده، لا 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 ما ينفع، انت مش عارفه تعمل، لا 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 لا. فمجرد شايفانكم ان انتم مخدومين دي حاجه مش كويسه، ان شاء الله يلتزم. اي تغيير سلوك يا كل اب وكل ام من 3 ل 6 شهور، ما حدش ييأس قبل 3 ل 6 شهور. افضل اقرر كل يوم واغرر الخطوات اللي انا قلت لك عليها، مع الدعاء، مع تنقيص المهام، مع سحب الامتيازات، مع الحزم في الامر، مش قسوه ولكن حزم، من 3 ل 6 شهور. بعد 6 شهور ابتدي اشوف اتغير نسبه 10%، ممتاز جدا، ممتاز، توكلنا على الله. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بالخير اهل العراق كلهم. معنا مين؟ طب خلينا ناخد حاجة من رمضان من على اللايف. رمضان محمد بيقول صلى الله ينصر اخواننا يا رب في صلى الله امين، انا اخوكم من مصر قلبي معاكم، وانا باكل وانا شغال دايما تفكيري معاهم، والله الواحد يستحي من نفسه خاصة ومن العرب عامة. خلينا نتكلم على المسلمين، سيبك من الايديولوجيات، المسلمين عبادا لنا يا رب نكون منهم. دينا أبو عابد الله يكتر من أمثالك دكرتنا وإياكم يا دينا يا جميلة. معانا مين تاني؟ معانا إيه؟ تمام. تمام بيقول اللهم ثبتهم وانصرهم يا رب وسدد رميهم اللهم أمين. أشواق بتقول اللهم نصرك لإخواننا في غزة يا رب اللهم أمين. أم أحمد اللهم انصرهم نصر من عندك، أو الله نصر من عند الله. ضحى بتسأل، روح ضحى بترد على الناس بتقول لهم القناه اسمها قناه وطن، واحنا ترددنا 1 2 6 8 7 6 7 افقي. عندنا هديل بتقول الله يقوينا يا رب ويكبر قلب اهل غزه اللهم امين اللهم امين. عندنا مين تاني؟ ايه الشقاقي بتقول دكتوره احاول اتواصل معاكي من بدايه الحرب. اللي كلمتنا اسمها حنين. طيب آية أنا هخليهم يتواصلوا معاكي، يطلعوا اللايف ده يتواصلوا معاكي، وروحوا الرقم وقولوا لهم أنا آية اللي الدكتورة قالت عليها في الحلقة، هتواصل معاكي خاصة لما بتواصل اللي قالوا لنا تواصلت معاهم وكلمتهم صوت وهكذا، فإن شاء الله يتواصلوا معاكي يا آية. إن الله معنا منورة. ربنا يقوينا. منال رمضان وإياكم جزاكم الله خيرا. مين تاني؟ أم أحمد. تمام يا أم أحمد أنا جاوبتك. طيب في مين تاني يا شباب؟ الحاجة مديحة اللهم بارك يا حبيبتي الغالية ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين وإياك يا حاجة مديحة. دينا كتبنا تعليقات كتيرة، شكرا ليك يا دينا. فريدة حفظك الرحمن نصر أخونا في فلسطين اللهم أمين. إحنا محتاجين الكلام ده على فكرة، يعني إحنا محتاجين الحاجات دي. الرحمة المهداة نسأل الله العفو والعافية اللهم أمين. ايه والله ما انا شايفه، خليني البس النضاره ماشي. والله مش ما انا مش عارفه اجيب الاسماء اعمل ايه. طيب خلينا نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مقنباية، يعني ايه مقنباية دي؟ طب انا مش فاهمه الاسم.
ضحى جزاك الله خيرا دكتورة، وربنا ينصر فلسطين وسوريا اللهم أمين يا ضحى. أنا عارفة أن أنتوا في سوريا، ربنا ينصركم يا حبيبتي. نحن الوحيدين اللي منحس بفلسطين عشان عنا حرب، والله ربنا ينجيكم وينجي الأمة كلها يا بنتي اللهم أمين. أمين، وربنا ينصر أهل غزة اللهم أمين. حياة الأمل بتقول جزاك الله خير، ينصر أهلنا في فلسطين اللهم أمين. فاطمة الزهراء سؤاري بتقول أرجوك يا دكتورة، أنا في بلاد غربة، أحاول كثير أن يكون أولادي ملتزمين ولكن لا يتكلمون عربي، أنا لا أستطيع شرح كل شيء يقع لإخواننا في فلسطين خوفا. طب أنا هقولك على حاجة، ما هو أنت ما تشرحي المستطاع على حسب المرحلة السنية. احنا مبارح قلنا الكلام ده في الحلقة، قلنا يا جماعة نشرح على حسب المرحلة السنية. انا بدأ مع اولادي سيرة من 3 سنين، مخلصة جزء عام على الاقل 4-5 سنين، فهبتدى اتكلم عن موضوع كذا، واذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعملوا كذا وحطوا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كذا وكذا، وابتدى اقول الغزوات لو انا هبتدي من 6 سنين وطلع. كل الكلام ده على حسب المرحلة السنية. معلش ما فيش حد يقول بلغة غير اللغة اللي هم يفهموها، لغة الغرب أو إنجليزية أو أيا كان، وانتي اللي عارف عربي اعرفي وترجمي له. ما حبيبتي ده مسؤول، والله ده الواجب الأول اللي هنسأل عليه، دي الأولوية اللي ربنا هيسألنا عليه. قولي لهم يا حبيبتي، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيهم وينجيك يا اللهم أمين. و طب احنا عندنا بعض الفقرات يا فاطمة الزهراء، احنا عندنا بعض المقاطع بتبقى مترجمة بالانجليزي تحت، خدها لهم الا بقى اذا كانوا لغة ثالثة بقى ما نعرفش ايه. طيب معانا ام كامل اسكافي، اللهم احتضن غزة يا رب اللهم امين بين يديك. معانا مين؟ والله طب تمام، خلينا احنا يعني على قدر المستطاع خدنا كلامكم على اللايف وجاوبنا على ودعينا معاكم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بالخير. أدعو الله سبحانه وتعالى ينصر أهلنا في فلسطين ويجعلنا سبب في النصرة، وأن الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل شهدائهم ويداوي مرضاهم اللهم أمين، ويجعلنا خطوة في طريق النصر. أبشروا أبشروا، النصر قادم، وبداية التحرير كانت من بداية 7 أكتوبر. أدعو الله سبحانه وتعالى لهم ولنا بالخير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.